برعاية المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، انطلقت فعاليات المرحلة الأولى لليوم الرياضي لأطفال السرطان في المركز الأوليمبي بالمعادي تحت شعار الرياضة طريقنا إلى الشفاء. نشاطنا النهاردة بنقول أن الرياضة هي طريقنا للشفاء، وإحنا مش بس مستشفى 57 في القاهرة عاملين معها نشاط، إحنا كمان عاملين للفرع بتاعها في طنطا برضو نشاط الأسبوع القادم، والأسبوع الماضي إحنا عملنا للأطفال المصابين بمرضى السكر. يوم رياضي ترفيهي بسيط، فالحمد لله. ولما عرضت على المسؤولين في الوزارة وافقوا وتشجعوا، الناس كانت متحمسة جدا ان هم ينزلوا ويشاركوا. كل تيم معاه 10 من مختلف الأعمار، من سن 5 سنوات و3 سنوات لسن 16 و17 سنة، بيفطروا بنلبسهم الاي دي بتاعهم، وهما بيفطروا بيعملوا حاجة كده بيلونوا، يعني حاجة ترفيهية تشغلهم وقت الفطار. بعد كده بنعمل لهم بروجرام تلوين الفيس، وبعد كده بنيجي بنلعبهم عن أنشطة ترويحية. اليوم ده شارك فيه حوالي 60 طفل وذويهم، ومارس الأطفال العديد من الأنشطة الرياضية والترفيهية وسط عدد كبير من منظمي وزارة الشباب والرياضة، وكمان متطوعين مستشفى 57-357 لسرطان الأطفال. رحت جيريلاند ودريم بارك، ورحنا ملاهي المائية، ورحنا حاجات كتير. طبعا مستشفى 57 حلوة، والدكاترة اللي فيها كويسة جدا الصراحة، وبطلع يعني مش هقولك اللي هم الدكاترة مش وحشين، لا كويسين جدا الصراحة، وهناك المستشفى كويسة جدا. طبعا بيفرق معاها كتير، يعني نفسيتها تبقى يعني عايزة تروح حتى المستشفى، تحب ان هي تروح عشان تخرج زي كده. في حفلات هناك بيعملوها برضو تفرق معاها في علاجها، وتحب ان هي تروح المستشفى. اليوم ده مش النهاية، فمن المفترض انه يتكرر تاني خلال الايام القادمة.